لو الحكاية فيها إن فيديو طارق يعني محمد حسين هيكل القاضي بصحفي من أيام مصر والسادات وخد فترة من عصر مبارك. طارق يعني أعماله مثلا كان بيتولى إيه؟ كان وظيفته إيه؟ اشتغل فين؟ طارق ولا لا؟ لا كوظائف هو كان ماسك تقريبا الأهرام تقريبا تمام كده؟ بس وكان شغل فترة مؤرخ وشغل فترة في الجزيرة و غير ما توفى. كان كاتب صحفي الله عرفان بس صحفي مشهور. انا الاسم مش غريب عليا بس اللي انا اعرفه بس عنه اللي هو كاتب وصحفي بس اللي هو رياضي ممكن يكون رياضي قديم هو ده اللي انا كل اللي سمعته عنه لان هو قريت اسم هيكل ده في مجلات قبل كده وانا بحب الرياضه فمعرفتي جت في الرياضه ولا اعرفه خالص ما سمعتش عنه في اي حته. لا انا سمعت الاسم ده قبل كده ما اعرفوش وبالتالي هو شارع هنا ما اعرفوش ما سمعتش عنه قبل كده اصلا بس هو صحفي قديم قوي او تقريبا عنده شهادات على كل حاجه حصلت او بتلاقيه يعني في اي حدث اي ان هو كان موجود مشاهد او ليه قصه فيه تمام جمال عبد الناصر ام سلات ما اعرفوش ما تعرفش ان هو كان من ابرز الصحفيين العرب لا ما تعرفش ان هو كان رئيس جريده الاهرام لا وما تعرفش ان هو كان مسك وزير الاعلام عادي واضيفت ليها وزاره الخارجيه في